كان عدلي؟ باشمهندس عدلي. باشمهندس عدلي القرية. باشمهندس عدلي اه كان كويس؟ اه طبعا، ده احنا بنتعلم منه لحد دلوقتي يعني. عم المجال ها؟ مساء الفل يا كابتن عدلي. اهلا يا كابتن شوبير. حبيبي. اولا صوره ولا اجمل يعني ديكور راقي وشياكه، ضيف عظيم. الله يخليك يا باشمهندس. بدايه قويه مع يعني كبير عائله الاعلام ربنا يكرمك الرياضي اللي يعني استنيناه كتير يعني. ربنا يخليك كابتن عدلي. بدايه فريق الحقيقه. ربنا يخليك الاهلي وبيك وبالقناه، ويبدو ان شاب جمال مش بيهزر يعني. لا 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 بيهزر ايه، ده هو صغير اه في السن بس ما شاء الله تفكيره وطريقته وقدرته واحترامه وعقليته اللي ما شاء الله سابقه بكتير يعني ما شاء الله، ودؤوب اهم حاجه الموهبه، وانه دؤوب بقوه جدا في الشغل. كابتن عدلي يعني طبعا سعيد جدا بمداخلتك، عشان انت ليك مكانه كبيره جدا في قلبي وقلوب كل الاهلاويه، وكابتن وليد عمال يتكلم على حضرتك، لكنه فرصه بقى وانت موجود معانا. تعبك وليد سليمان؟ بالطول اللي تعبني. اه وليد كان معاه وكيل، والوكيل يعني محترف قوي. نعم. وعايز بقى يبين له ان هو قلبه عليه قوي. اه. لدرجه ان انا في الاخر بقيت حاسس ان وليد ده عايز يقول له يا عم ما تبوظش الدنيا. فوليد خلص بعد الفجر، يعني انا خلصت البرنامج. قابلني في البيت. يا نهار ابيض. وقعدنا سهرنا، قلت له اسمع كابتن وليد. انا هسيبك واطلع النادي. روح غير هدومك وارجع لي عشان عايزين نخلص بقى. كويس. فالحقيقه خلصنا ورحنا على نادي ام بي، والناس كانت محترمه جدا معانا. طبعا طبعا. وانهينا الاجراءات وحققنا صفقه من اهم الصفقات اللي دخلت النادي الاهلي. انا فاكر كان 8 مليون ساعتها او حاجه كده، مظبوط؟ 8 مليون بالظبط. اه وكان في منافسه، كان كان الزمالك داخل فيها وبعدين في الاخر انبي عشان يخلص من الموضوع قال اللي هيوصلني ال 8 مليون وقدامكم 12 ساعه. فقلت له شوف هما انا معاك خلاص، وسيب وليد بقى يحسم القضيه. وليد حسم في ساعتها. حسم رغبه اللاعب تساوي ملايين، يعني قيمه كبيره في نهاية الاجراءات. وليد لما انضم للنادي حسيت انه كان على قد امالك وطموحاتك وطموحات جماهير النادي الاهلي يا كابتن عدلي؟ والله واكثر واكثر. انا ما توقعتش، لان احنا هو وليد دخل علينا كان سنه ابتدت تكبر شويه. انت كان عندك كام سنه وليد؟ يا رب معانا اربع خمس سنين. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. هو حتى ذكائه ايوه ان هو بطل وهو يقدر يلعب. صحيح. يعني كان فهو لعيب، عشان لعيب بيلعب بمخه فبيقدر يوظف امكانياته باقل مجهود دون ان يخل بواجباته، حاجه يعني ما شفتهاش في لعيبه كتير. ايه الطلب اللي كان عايزه وليد؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ ما طلبش حاجه خالص يا وليد؟ والله ما سمعت منه، بس ايه يعني ما قاليش حاجه. ولا قال لك فاحتاج فلوس كذا ولا الدنيا ولا حاجه خالص؟ ما هو ما كانش بيتكلم بقى، اللي كان بيتكلم وكيله. كان مين كان وكيلك يا وليد؟ كان وقتها تقريبا الكاب سمير السيد، وكان كابتن تامر تقريبا. سمير. رجعناك يا كابتن عدلي اول الصوره القديمه اهو، والتيشيرت من اول وجديد، والدنيا الحلوه والايام الجميله اللي بنعيشها ونفضل نعيشها دايما. الصفقه اللي عدلي القيعي نفسه فيها دلوقتي بقت مين؟ لا عدلي القيعي ما بيبقاش نفسه في حاجه، عدلي القيعي نفسه ان النادي الاهلي وفق في الاختيار. وانا دوري ان انا اذا كنت موجود يعني بشكل مباشر في اي حاجه ان انا اجيب الصفقه بالمبلغ او اقل من البادجت المقرره. نعم. في توقيت كويس، لان الحقيقه كل الصفقه ما بقت على السطح الاعلامي كل ما تعثرت صحيح ودفع فيها فلوس مالهاش لازمه. طب بمناسبه حضرتك موجود معانا على الشاشه على التليفون، الناس بتسالني الكابتن عدلي القيعي برنامجه راجع امتى مع زميلنا العزيز ابراهيم المنيسي في ملك وكتابه، وعايز اطمن الناس بس ان البرامج ستعود. انا كنت لسه هسالك يا كابتن احمد. نعم. كنت لسه هسالك على ايه؟ ما
ما انت اللي موجود في المطبخ دلوقتي. لا انا والله بقدم البرنامج بس، حرام عليك ما تدخلنيش في دوامه. لا والله الناس مشتاقه يعني. نعم. كما ارى يعني هناك تواصل خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا. نعم. وربنا يسهل يعني، واحنا تحت امر النادي طبعا. نعم. الجمهور وحشنا، والنادي الاهلي كثير من القضايا. يعني عايز اقول لك حاجه بالمناسبه، موضوع قندوسي ده ليا انا وجهه نظر فيه كابتن احمد. اتفضل. علينا ان نسال نفسنا عده اسئله. اي. لماذا في هذا التوقيت يطلع يصار مثل هذا الكلام؟ واحنا داخلين على سوبر، مباراتنا الاولى هتكون مع سيراميكا كليوباترا. نعم. وفي الطرف الاخر الزمالك وبيراميد. نعم. يعني اذا ربنا وفق الاهلي هيقابل حد منهم. مظبوط. فتشعر ان هل الولد حد دفعه يقول هذا الكلام؟ لانه ايه المبرر؟ يعني احنا من ساعه ما رجعنا من النتيجه السلبيه بتاعت ماتش السوبر افريقي. نعم. والاهلي يعيش اجواء غريبه. نعم، ده اللي كنت بسال عليه وليد دلوقتي. صحيح. يعني تجد عملية تحرش باللعيبة بره وجوه الملعب، وناس بتكتب فيه شكاوى. نعم. واشاعات اشاعات 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 عن وجود مشاكل وجود مشاكل وجود. نعم. مشاكل. ووصل الامر اللي بيسأل دلوقتي هو كولر هيكمل ولا ما يكملش. ده صحيح، احنا ردينا على ده من بدري. وانت رديت. نعم. انت التوقيت ظهورك كان مطلوب جدا في التوقيت ده. الحمد لله. في الحمد لله. وكمان الكابتن محمد رمضان. نعم. خطوه موفقه جدا جدا. نعم. باذن الله تخلي الامور يعني انك تتعامل مع شخص واحد. نعم. كابتن يفوضه. نعم. ولا هتريح الكابتن جدا. صحيح. والشخص ده يملك من الادوات. نعم. اللي يقدر يؤدي هذه المهمه في صحيح. انا بس ايه حبيت. نعم. ابارك لك. بشكرك. وعلق هذا التعليق السريع. حبيبي. لعل الناس تفكر معانا لماذا والان وقندوز. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عدلي القيعي الحياه، من الشخصيات المحترمه الجميلة اللي دايما بنحبها ودايما بنقدرها. بس انا عايز اطمن السادة مشاهدي قناة النادي الاهلي، البداية كانت بالبرنامج اللي انا بتشرف بتقديمه حارس الاهلي، لان كلنا حراس النادي الاهلي يعني.